بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درس جاني لبعض كتاب كاني المبادئ الفقهية على مذهب الإمام الشافعي أيام عشان كجود قلينا حنسوق على الناي مقدمة دي كتاب هرول عيسى حنسوق على كتاب هرول عيسى مرة حنسوق على الناي وحال كان إن شاء الله تعالى نقبل الله ونايا درس جاني لبعض وكوسابسن كبلاوانيا سؤاشي كوباد كتاب مقصود كيسي وحلو لتشي لك اهل يسويا وحوي ما الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اله مك عيسى كبلاوا علي الرحمن حريص جود حريصني علي الرحيم حريص خاص كان حريصني اله سبحانه وتعالى حريص جود نوالي هي حريص خاص انا نوالي marka naxariista guud ilaahay wuxuu u naxariistaa muslim iyo gaalba oo hadda intan hada adduunka joogno gaalku wuxuu ku qurxoon yahay oo ku fiican yahay oo adduunka uu ku joogo oo damashaadka iyo naxariista uu ku haysto waa naxariis ilaahay arraxmaani ayuu dhinac uga jira arraxmaani he ayuu dhinac uga jira laakiin arraxiim naxariis khaas weeyaan waa markii xagga la tago adduunka laga wareego oo aakhira loo wareego waxa noqonaysa naxariis naxariis khaas ayuu ku saaray والرحيم يا مركز الشقاين يسوع الرحيم من حريص خاصة أي كسو هارينو شنادة إيه إيان حريص إلهي حقا مسلم كبسا إسكالي قف قال لنا كل انتي شنا أركي مايو نحريص نأركي مايو عذاب وقال يا كنا وارا ولقي سنو كتير مركز ساسوي بسم الله إله ما عيسى هو الله إله الرحمن نحريص تقود نحريصنا هي اللي الرحيم من حريص خاص كان نحريصنا رسيدة وفعلا الرحماننا ونحريص تقود إلهي وأدون كعام كان نقض حيسته مسلم قال الرحيمنا وأن حريسته خاص كه مسلمان تلا أن حريسته ومسلم خلا أن حريسته أما أدون هذا عضو أما آخر هذا عضو أن حريسته مؤمنان تجار كإله يقوم قاله ولبا آخر ما كلا تجا قال أن حريسته سوم ماله لكن أدون كان حريسته سئل هذا دعوة كلا وحد حد حتى لا دعاء سنة يوقفوا رأوا إنه إسلام إنه مدة ودعاء قال كلا في تركيزات وسمع قال حرب حرب إيه قرية تتكسر الدولة وصراحين وحربي أمام مرتدى وصانعين مضل إن له دعوة أسفل أنت إله ربي نعافي وكرمها كرمها فارس كان يقع وأنا قد وأنا أسفل أنت المعنى اللي إله حي لي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام رحمة بوها ونبي قلنا وحا عن حريس رحمة للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي عليه الصلاة والسلام كمان صادر إلا إنا تهمان عالمك ولن نحريسنا أو تهمان هذا عالمك كريم هذا عالمك ما أهم إسلام كليا ما بركة أدونك أنا عالم نبي عليه الصلاة والسلام إن يهود نفط قبح إذا يؤيم عليه الصلاة والسلام بركة إنك يهود كان نفط يكبح إذا نبي يؤيم ويلكي ويل يروها ويل حقاي وها وقان جار مكاسة أبيس نبي أقفل يا يهود كلوي بركة سنبي يري قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله به لا نفط هذي هم قرية صاقة شو بركة توحيد لا أقبل معي وقفوا كاستعيده لكن انت سنه وحي لو سهل كاس اس نفتك اغار حتى توحيد كو دوا عنقي خوغا ابي حقي سو فيريي ما دابا النبي هدا اول هر اول دغاشناين وحي سير ما ابا كو حناقا مركاسو نبي مركاسو ادق وحي يري ادع النبي عليه الصلاه والسلام نبي وركي سيالي ادق يا فصحي ادق مركو فصحو عنقي توحيد كو دواق نبي فرحد وبنان كتو لا بوحي وهاد بحق فرحد كلي النبي عليه الصلاه والسلام فرحد وانت نبي marka danta nabi waxa ay ahay dadku inay badbaadaan nabi markii uu farxay ka bacdi wuxuu yiri ilaahay baa ku mahadsan ka badbaadiyay naarta ka badbaadiyay asagu yidhi manaaya oo nabi kaleey salaatu wasalaam inta soo caasila hore u soo caasi oo xilliga uu rabo inuu cadaabta ka dagaalo soo nafta ka sii baxay nabi uu naxariis u ahaa kaleey salaatu wasalaam way mal islaam islaam muxuu yahay su'aasha kubad soo dhow mal islaam islaam muxuu yahay war islaam maxaa la yiraahdaa waxaa la rabaa إن أتقاعدوا فأنتوا إسلام وحقوية ما هو الإسلام؟ هي ما الإسلام أصلا؟ ما الإسلام؟ إسلام وحقوية حرط إسلام حالي لها جواب حرف السين كان سؤال ألغي سوقابش ولا سوقابش سؤال ألغي سوقابش حرف التيم كان وحلغي سوقابش جواب مركز ماشا السين كو عرفتنا وهي سؤال ماشا التيم كو عرفتنا وجواب مركز حالي لي ما الإسلام؟ إسلام محوية هي شواب هو إسلام
هو إسلامك الدين دينك واحد الذي دينك سو بعث الله إلهي أولى سو بحيي به دينك سيدنا سيدك أولى سو بحيي محمد أنا سيدك صلى الله عليه وسلم هم حالوا لسو بحيي لهداية الناس ذاتك هنونين تولى درتنا لسو بحيي ذاتك هنونين تولى درت لسو بحيي يو سعادتهم ذاتك الليبانين دول ذاتك إن الليبانان أو الليبان طبعا أي هلان آخرة كان الله أي قلان أدون كان أي هنونان انت ساعة نبي عليه الصلاة والسلام الوصول دري مركز الدين محل إلى هذا هو الدين الذي بعث الله به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وسعادتهم انت سوي مركز معنى ستنا محيكون نغان هو الدين هو إسلام كله هو إسلام الدين والدين الذي دينك أسوأ بعث الله إلهي أسوأ بحيي به دينك سيدنا سيدك إن أولى أسوأ بحيي بقر كان محمد أنا بقر صلى الله عليه وسلم لهداية الناس تدك هنون انتو دنا أولى أسوأ بحيي أضدك أدونك أيكو هنون أقرى هنون لغام عبادة من لغام الرب أقرى هداد أدونك الشغي سوي دنا هدا عذابات قل هداد شغي ستنا تنات قل هدي لا يكو قرى أقرى هو أدون كنا هداية النبي عليه الصلاة والسلام تدخل على الدين تأدون كنا إن معناها هنون يا التواصلان يا قروح يا شرف أي كيالان آخر أمرك اللي تغانا أي تنا هو قلان أو أنت أصبح لهداية الناس تدخل هنون تود الله صادر تدخل إني هنونان يو سعادتهم تدخل إني تنا ذا قلان أو ليبانان وسعادتهم تدخل إني ليبانان أنت أصبح ليبان آخر يأدون كهنون تدخل هنون سن أدون كأيك أسر يا مضى أو شرف بدر أو قروح بدر حي لي دين الإسلام كحي قف كفر إذا هدو يا له وحق على الله ما كاسا مركا هذا وقت القرآن كوي إلهي سبحانه وتعالى ديما أدون كوي بدينهن أدون كديما بدن بقى كتيره دو قال الله لفتر كده دين تو أسخل عبسنت أيوة قال الله مركا دين تو إلهي أكتي سوى حد دين تو أبوه وإسلام دين كإسلام كوامل دين الشرعية دوامل هذا ولي بقى أدونك عن ملا أنا أدينه دين تأوين أدونك ودين تشعية دواء دين تشعية أنا تعن ملا أنا مركع السلام بصوم بنا وبا أد ولي ريا هذا هالمعلومة ماشي في سوق بيو يا أدونك مركع لا قايب يو أو سف عن لا تفترى وحقوق بسماء أدونك بيو يبر أما بض يبر بض يبر بد يا بري مركي الليلة وحنا رام عنها تصالية إن إسلام كي قالوا أنت إسكت شراب الوحي إنها تصالية بد يا بري مركي الليلة دونك بدو يا بري لا بد داوي بقول كيبا بقول كيبا تضوات يا شن أدونك وأبد بقول كيبا تضوات يا شن وأبد وأصور لواتني عشان لواتني عشان أمريكا بي أواحي تا بر بر قال دونك عادي هو بنان أمريكا دونك يا دي تدواتني عشان أي بي نقطتي لواتني عشان أي نقطتي ما يلقى لون أو برية برية بر جاس لواتني عشان تصل أسبوع استعمر لواتني عشان تاس لواتن كم ده واحد دقن تدلي له تشوش يوم تشوش تشوش يو ما تشوش تشوش يو ما تشوش أي دقة واحد حرين هنا هذا حلقة مركز الصفر أي أدونك مركز سمعنا غير كل جرى على الصفر الدونا حل الصفر الدونا تذكر أنا يو حد أدونك تشوف كل عمل الدونا نجرا تذكر هذا عادي أوي اللي بقى مدي نبي الله نوح لقى بريكة مديه صدق حدي ويلو نبي الله نوح ولا لا ويل كم ده على صدق ويلو نبي الله نوح ولا لا ويل كم ده أي كفر عليه مركز هوي وادد بنعان عادية وادد كان عن عادية الله مده لكن واحد وحكوا بابين ما حويه وادد أدو تربضا هو يبقى وادد فربضا أدونك مركا لواتين شنطة بالرجاء لواتين أي قاعد جن حلقة في مسلم على عمر كل قالوا كل قد قالوا ولي بحدثها ملاقى روح صار رتين هل كم إذا كم إذا وين نراه وحنا راع أدونك هل كم إذا وتشوش ما تشوش بقى كن عنو نراه ترى أنت كمان مركا هذه لواتين شنتي صارتي لواتن
جوجي وما جوج أي قاتين جوجي وما جوجنا هل قفا مسلم الواري حصاري شن أنا صن شن تاو شن تقرض هذا نص هذا دوك جد شن تقرض له شركة المدة كنا المركز القيمي بقول كبا الله أعطني عشان أنا مسلم مركز سل القياسي إسلام قمر كر لا يغي عدد كيس لا يغي يا سما سو نم وحنا غنى يا لحنا يأفر لحنا يأفر مليون عربة لحنا يأفر مليون هي لو قياس إسلام قاس كنا بدون كذا لحنا يأفر مليون لو قياس مركو أنت مسلم هو أنت مركو إن الدين عند الله عليه السلام مرك إلهي ليه إن الدين الدين عند الله إلهي عليه السلام إسلام كويه إلهي الدين كيسو إلهي الدين أكتيس إلهي الدين وحاء إسلام كاء مرك الدين إسلام كو والدين دينها دونك كتيرة كم ذا مثل إلهي إلهي أكتيس معرفة كله وإلهي وأقوسين هنا عمتك إسلام كاء بس تذكر هاي استنا مرك سوق لأن ديم حين غدا وأنت هذا حاصل كذا ضيقوصة بحري وأه إن بقول كي بالله وعطني الشم أدون كي أقول نقدي بضواطني الشم أي بي نقطي لوعطني الشم أي نقطي بالك اللي يريه هذا بري أي نقطي بري لوعطني الشم تها صاحتي وحال لوعطن كم إذا واحد جن شو شيء ما شو شو هالقفة مسلم وما أركو لوع شم تس بوصة عرتنا بقول كي بشم لوعطني الشم أنا مسلم كا وأدون كده أعطى أنا قال هذا قبل مسلم لا يكتي دي سكتي كسامة كم أركان الإسلام؟ هل كان مركز سؤال شلا بعده هروان هو يديه إسلام كأركان تيسو وامقة واحد أسكت فهمي كرتو إسلام كأركان تيسو وامقة جواب أركان الإسلام إسلام كأركان تيسو خمسة ترشان حبوي الأول متك هراء شهادة تقرض أن لا إله إلا الله لا إله إلا حق الوعد إن سجلنا القراء إلا الله إلهي معهني وأن محمد النبي محمد رسول الله إلى رسول بسنة يحيى القراء حبض وماشاس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة تقرض أن لا إله إلا حق الوعد أن سجلنا القراء إلا الله إلهي معهني أصاب معناه شهادة تقرض أن لا إله إلا حق الوعد أن سجلنا القراء إلا الله إلهي معهني وأن محمد النبي محمد رسول الله إلى رسول بسنة يحيى القراء صلى الله عليه وسلم الثاني متكلم عن إقامة صلاة نبي إلهي الله يرسل إلا قراء ساسين لو قراء وحبت أركان الإسلام كاملة حبت الأمانة إقامة الصلاة صلاة إن لا أجوها إقامة الصلاة صلاة إقامة على حل أسكرها بوا إقامة إقامة صلاة صلاة إن لا أجوه صلاة إن لا تكذب وركو ما إن لأوغوي أوغيت معناها إقامة معناه يدو تكشق ليا ما إقامة وحوه صلاة دي أركانتي دي شروط دي لغو تكدال غوال تكشق ليا فرفررسي ورنغ ما يدو وحال ربا قفكو إنو علم كتكدو وعلم منو كتكد علم وكو عمل فلو وأركانتي شروط دي ولي ما دو وصلاة دي وحبريني وكفو قادو أو يحلينا يكفوا هذا أو صدق أي هذه وقت يد الوقت كذا أي الله الله أفقه أصلا سلعته كان وقت كذا والي هذا صلى عربي قالت كشاد صلى الويرة صلى وقت كذا مركز صلى وقت كذا حتى ما عشان لما ليه إقامة صلاة صلاة دو أقولي وصلاة دو أقدي أنا صلاة دي وحي أبا هم تهلوا يكويس إلا تأتي الله مركز صلاة دي قف تأتي وصلاة دي قف عملي خلي كانت أقدم لها سيدي دي انا او تاجري ايا لا غرب مركا waxaa weeye way qaamis salaati salaadi taajintii waay taajin way qaamis salaati salaadi oogida ila oog wa istaagida magto ah way qaamis salaati salaadi istaajintii waay istaajintii waay taas lagu macneeyay marka waxaa weeye way qaamis salaadi tukashadii waay ma tukasho kaliya war salaad kuma saacada magto arkaan shuruudii ka rabta inaad wax la dhahar la tamaday ka rabta وحي أباه نظرنا كله أن تقولات ما ذيك عرفت الثاني متك الثالث متك صدحان يتأوز كذا سكدة بحنت يجواه رجل نقل لواط صدحات وإسلامك وسكدة إلا بحشو صار صعب الرابع متك عرفنا صوم رمضان رمضان كإلا صوموي الخامس متك شرنا حج البيت بيتك إلا حجيوي للمستطيع قفك أولا وحجيو أركان توعشن تاس حج البيت بيتك إلا حجيوي من استضاع ها للمستضيع يقفك أودين أو حجيه كي أودي أو حجيه
marka arkaanta 15ka arkaanta 5ta haba bal fiiri laba waxa ku xiran tahay hanti saddexna maal kuma xira saddex qof baa laga rabaa labana waxa qaas ku tahay qofkii maal haysta sidoo kale qofkii maal haysta isaga ay ka waajibtay qofkaas laga duwanay xajka waxa laga rabaa qofkii haysta wixii xajka uu ku aadi lahaa uga soo laaban lahaa oo intuu maqan yahay ay caruurtiisa sii cuni lahaayeen iyo dadkiisu ay ku sii noolaan lahaayeen qofkii haysta marka ilaahay subxaanahu watacaala kulayl nama saarin maadaama fiiri laakiin soonkii iyo towxiidkii iyo salaadii ka dhan ay u yaalleen taas marka way fudud yihiin qofka waxaa lagu yaqaanaa inuu khayrdoon yahay labadan hadda maalka ku xiran hadda sakada iyo xajka oo kale qofku inuu u shallayto walmasaa xaji doona walmasaa siyeeli doona walmasaa siyeeli doona walma lacag heli doona ku xajiyo qofku inuu yidhaahdo waxay ka mid tahay waxaa laga fiirinayaa markaas qofkaas inuu run sheegayo waxaa laga ogaan karaa salaada inuu ka soo baxay arkaantiidii shuruudeed haddii qofku salaadii iyo arkaantiidii shuruudii iyo ka soo baxay iyo sakadii iyo waxaas uu ka soo baxay waxaan ugu dhawaaqayo markaasaa la ogaan karaa inay sax yihiin oo nin ajar raadinaya uu yahay hadda danka fadliga towxiidka waxaa ku xiga salaadii baa ku xigta danka fadliga arkaanta si ay u kala horreyd u kala fadli badanta sida hadda ay u qalan tahay oo rugniga koowaad waxaa u fadli badan arkaanta rugniga la yidhaahdo waxaa u fadli badan rugniga towxiidka salaadaa ku xigta soonka aa ku xiga markaas kabacdi sakadaa ku xigta xajkaa ku xiga mara marka soonka iyo xajka soonka iyo sakada hadda arkaanta markii la tirinayo soonku waa afar sakaduna waa saddex laakiin dhanka ajarka markii la yidhaahdo soonka horeeya haddii markaa salaadii agtaada aysan naxariis ku haysan oo agtaadii salaado aysan ka jirin in xaj u gabgabaydo waxay meeshaas ka muuqata inaadan waxaan aada wado adaa lillahi ula jeedin waxaa la rabaa arkaanta si kugu kala sahlanta kugu kala horeydo horta salaada markala meel saar towxiidka meel soo saar salaada meel saar soonka meel saar sakada meel saar markaa kabada xajka meel saar adoon salaadii agtaada iska fiicnayn soonka xajkii waa kugu waajibi karaa laakiin waxay qaan yeelaahan markii waxay qaan yeelaahan say u kala horreeyeen mid walba meeshadii aa saarto xikmaddii ilaahay u jiday aa ka soo baxday saas baa laga rabaa weeye ka soo soco marka su-aal maa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah macnaheedu waa maxay towxiidka towxiidka macnihiisa ayaa la rabaa in lagu fasiro laa ilaaha ila allah maxay macnaheedu tahay marka fiiri maa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah hore usoo macnaysatay laakiin hadda macaanidii ay xabaarsantaa la rabaa in lagu sheego iyo macaanka waxa ku jira wax loola jeeda laa ilaha ila allah ayaa la rabaa in lagu sheego macnaahu macnihiisu waxa weeye towxiidka macnihiisu actaqidu waxaan aaminsanahay laa ilaaha ila allah yaa rabaa in lagu fasiro actaqidu waxaan aaminsanahay anna allaha ilaahay waaxidun keligiis inuu yahay laa shariika mid la wadaagsada lahu ilaahay fii cibaadati cibaadadiisa mid la wadaagsada ma ahaanin walaa fii mulkihi boqortooyada mid la wadaagsadana ma ahaan actaqidu waxaan aaminsanahay anna allaha ilaahay waaxidun keligiis inuu yahay laa shariika mid la wadaagsada lahu alle fii cibaadatii ilaahay cibaadadiisa la wadaagsadaahu ma jiro walaa fii mulkihi ilaahay boqortooyada mid alla kaloo la wadaagsadana ma jiro haddii alla kale jiri lahaa adduunka ma dhisnaadeenba laba madaxweyne haddii hal meel ka jirto wax socaya ma jiraan markay yidhaahdeen ilaahyadu waa badan yihiin ilaahay muxuu ugu jawaabay ilaahay subxaana wa tacaala low kaana fiihima aalihatu ila allah lafasadata buu ilaahay subxaana wa tacaala haddii ilaahyo badan ay jiri lahaayeen cirkii dhulka haddii ka talin lahaayeen laba ilaah ama saddex ilaah ama ka badan lafasadata buu cirkii dhulkuba waa fasahaadi lahaayeen maxaa yeele mid wuxuu leeyahay roob ha la dii kan kalaa soo badan wuxuu leeyay waraa jooji roob kaga maqan jooji mida wuxuu leeyay hebel ha la dilo aqaraha loo soo diro midna wuxuu leeyay jooji aqara loo diro maaya ayaan ha joogin waa nin fiican marka waxa weeye
maadaama laba ilaah meesha ay ka jirto. Ilaahay wuxuu yidhi haddii laba ilaahya badan jiri lahaayeen cirka dhulku ma taagnaadeen? Isaaqdan iska socota, qof la dilaayo, qof la noolayhayo, qof hanti la siihayo, qof baahi loo dilaayo, qof caafimaad la siihayo, qof jiro lagu ridaayo, qof caami laga dhigaayo, qof culmo laga dhigaayo, qofba si loo galayo waa hal qudro oo keligeed, hal maamul oo keligiisa waraaq laga soo jaray. Saas wuxuu galay hal maamul waay cid diidi karta iyo cid ka waraaq martaan lama. Marka macnuhu waa saas, tawxiidka macnihiisu waa saas. Tawxiidka macnihiisu muxuu yahay? ilaahay cibaadada alla lala siihayo kale ma jiro, alla awooda la qaybsado awood kale lahna ma jiro. Tawxiidka macnihiisu hada huwa macna tawxiid, macna tawxiidkiisu waa intaas. Ima haddaad maqasho waxyaala badan, warar badan aan maqasho oo qofba si dabcan u dhigo, tawxiidku macnaa kale ma leh. Hebel tawxiid ma yaqaan? Hebel tawxiid ma leh? Hebel ilaahay ma rumaysano? tawxiidkaasi ka ah aashaka wey been wey iska ilaali. tawxiidka macnihiisu waa intaas. أعتقد أن الله واحد لا شريك له في عبادته ولا في ملكه. معنى توحيد ساسوي مركز صفينا جوكتنا إذن عبارة صانا كلاه مرا أذيك معنى توحيد إله العبادة وحلاله أو لو ذاك سلام عليكم أود وحقوا يستمجر توحيد كمركز هلا معنى هلا بسطية اللي إله رجع كتبه كألف توحيد كرجيس هل كتابه وين كألف. لكن نحرق ورقو سأرر وإنتهى لا إله إلا الله معنى هذا إلهي عبادة وحلال المجنان كل جزء عبادة مت كو بقرتوي أود وحلال المجنان كل جزء سالة. أنت سدد أمن سنتاي أهل التوحيد مسلم هذا وحرة كمر كراتي قصيدة سوي قف قصيدة أمن سنة حاجة كمر هسكت على طاولة يعني بلايك الرائم معنى أشهد أن محمد رسول الله. marka لا إله إلا الله waa ku macnii kitaab su'aasha kale ku xigta macna أشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله macnaheedu waa maxay? أن محمد رسول الله macnaheedu waa sheeg su'aal inta laga weydiiyo محمد رسول الله macnaheedu nabi محمد waa rasuulka إلهي aan marka hore ku soo macnaysan isee basti barka isee furfur jawaab macnaahu macnihiisu waxa weeye أعتقد وحنا آمن سنهاي أن سيدنا محمد رسول كان بقر كان محمدا محمد رسول الله إلى رسول كسين ويهي كو رسول الله إلى يكون صادر صديقين ويهي لجميع الخلق خلق قال لنا الله صادر ويجب حواجب يا طاعة إن لا أضيعه فيما شيء الوعد عمر النبي هو أمري وتصديقه إن لا إن معناه الله رمي النبي هو واجب فيما شيء الله رمي أخبر الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى وحواتب وحقور ربي النبي أن لقد أراده واجتناب ما شيء لقد أرادنا وواجب لقد فقاده نهى النبي وقور ربي عنه ما حقيسة ووزجر النبي الديدي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله معنيه دون وأنت أيضا أعتقد وحن أمي السنة أن سيدنا سيد كنا محمدنا حنا مثلا رسول الله إلهي كو صدر إني لجميع الخلق خلق غرن أو صدر ويجب حواجبها طاعته نبي إلا أطيع واجب رسولك عليه الصلاة والسلام إلا أطيع واجب حال وادع فيما شيء الوادع أمر النبي هو أمري أمر كنبي سوتشي شيء إلا أطاعته واجب وتصديقه النبي إن لا رمى يا واجب فيما شيء لا رمى أخبر أو شيء وحكست أو شيء هل أري النبي شيء عليه الصلاة والسلام النبي كان صح ضاب بيان ولا شكله هو قالوا بين حاول شكله النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصوت دراية ورك أسودي بيو سما على قلها الله قران كان لوسودي بيو حاول شيء كينه قرأت غصا وتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم لا رمى فيما أخبر أو شيء أيه واجتناب ما نهى وحقور ربي إن لقف قاعد أنا واجبوي أنا ما قاعد حديث هو الزجر النبي وديدي النبي وديد صلى الله عليه وسلم والنبي وقول اجتنابك والريبد معنى اجتنابك وفقاشه واجتناب ما شيء إن لقف قاعد وواجب نهى النبي وقول ربي أنا حديث هو الزجر النبي
وديدي صلى الله عليه وسلم استجرا وعنانتنا وليها وزجرا النبي وكعنانتي صلى الله عليه وسلم والنبي وليها ودتك وديدنها إن دحقلا والنبي وديدي صلى الله عليه وسلم عشر كيني لبان هالكاسم وقوي أجيهاي.